صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدي فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون خاصه بمنطقه الاكتاف، راح ناخذ تمرينين او ثلاث تمارين لهذه المنطقه حتى نطلع بشكل مثالي او شكل جيد لمنطقه الاكتاف. قبل هذا كله نبدي بالتاية العضليه والمفصليه. نبدي من الاسفل بالقدم للجانب، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، القدم الثاني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة. راح ناخذ ركبة للداخل دائري، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان، للخارج واحد اثنين ثلاث خمس ست سبعة ثمان، جذع للجانب يسار يمين، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان، أكتاف للخلف، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، للأمام واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، ذراعين للأمام واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، للخلف واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، رقبة للجانب يسار يمين، اثنين ثلاث أربعة خمس ست. هيئنا جسمنا، تهيئة عضلية ومفصلية. راح نبدأ بتدريباتنا، طبعا راح نستعمل ويانا الأوزان اللي موجودة عندنا. هذا الوزن ما تتحكم، يعني تقدر تتحكم به أنت، تقدر تأخذ 3 كيلوات، كيلوين، 5 كيلوات، حسب الشخص اللي دا يتمرن. التمرين الأول راح أوقف وقفتي بصورة مستقيمة، الذراع الممدودة ويا جسمي، راح أخذ نشر للجانب ويا مستوى الأكتاف، أنزل مرة ثانية للأسفل بصورة مستمرة، راح أخذ 10 تكرارات. سواء نبدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. أخذنا هذه العشر تكرارات، شغلنا بها عضلة الكتف الجانبية. العشرة مو كافية، ناخذها ثلاثة أو أربعة في عشرة. راح نشتغل الأكتاف من الأمام، نفس الحالة، إيدي ممدودة ويا جسمي للأمام، راح آخذ مرة باليمين للأمام، مرة باليسار للأمام. يلا نبدأ سوا كلنا، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، إيدي ويا مستوى كتفي، ثمان تسع عشرة. مثل ما قلنا العشر تكرارات مو كافية، ناخذها ثلاثة في عشرة أو أربعة في عشرة حتى نركز أكثر على منطقة الأكتاف. راح آخذ ضغط للأعلى، الأوزان ويا جسمي، مستوى كتفي أصعد للأعلى صعود كامل، أنزل للأسفل. سوا نبدي، واحد اثنين ثلاث أربعة. مثل ما نشوف النزول ويا مستوى الأكتاف، صعود صعدة كاملة للأعلى، تسعة عشرة. أخذنا هذه ثلاث تمارين للأكتاف، اشتغلنا بها على جوانب الأكتاف والأكتاف من الأمام والأكتاف من الخلف. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه ثلاث تمارين مو كافية، لازم نكون ملتزمين من هذا غذائي معين حتى نوصل للوزن المثالي بأقصر وقت ممكن. شكرا لكم، هذا عودة لزملائي في الاستوديو، في أمان الله.